منذ أسبوعين هنا في ألمانيا. كيف كانت تجربتك وخبرتك في ألمانيا؟ كانت رائعة، استفدت كثيرا، تعلمت العديد من الأشياء، تعرفت على ثقافة جديدة وطريقة عيش جديدة، استفدت. لماذا شاركت في هذا المشروع؟ صراحة قد سمعت كثيرا عن تجربة السنة الماضية، التلاميذ السابقون قالوا أن التجربة كانت رائعة، تعلموا الكثير، تحسنت لغتهم الألمانية، وأيضا أردت أن أرى نمط عيش جديد، أن أختبر، أن حبيت نعرف إذا كان أنا نجم نعيش هنا ولا، حبيت نشوف إذا كان نتأقلم ولا. أنت ذهبت إلى أحد المنازل الألمانية، كيف كانت نهاية الأسبوع في المنزل الألماني مع العائلة؟ كانت جيدة جدا، استمتعت كثيرا مع العائلة، كنت متوقعة أنها ستكون كذلك، لأن أختي المضيفة عندما أتت إلى منزلنا كانت جيدة، كنا نتحدث دائما، زرنا كثير من الأماكن معا، واستمتعت حقا بالوقت. هاجر، قبل أن تأتي إلى ألمانيا من المؤكد كان لك نظرية خاصة عن الشعب الألماني. طبعا. ما هي هذه النظرية؟ مثل الجميع كنت أظن أن الألمان شعب بارد، ليسوا اجتماعيين جدا، يعني لا يقبلون الآخر بسهولة، ولكن بدأت الفكرة تتغير منذ أن أتت الأخت المضيفة إلى المنزل، لأنها كانت جدا تلقائية معنا، تتحدث جيدا، كانت أصبحنا أصدقاء منذ أن كنا في تونس. وعندما أتيت إلى ألمانيا تأكدت هذه الفكرة عندما رأيت عائلتها، أمها وأخواتها، كنا أمضينا وقتا ممتعا، ولاحظت هذا أيضا مع الجيران، هم لديهم كثير من الجيران وكل يعرف بعضهم وهم أصدقاء. إذن تغيرت هذه الفكرة؟ نعم تغيرت جدا، وجدتهم مريحين، بشوشين، مرحبين بالضيف، محبين للآخر. هل سوف تنقلين هذه التغيرات معك إلى أصدقائك؟ نعم. وعائلتك في تونس؟ نعم نعم. لكي تتغير هذه الفكرة عن الألمان، أنا خاسك في تونس الكل يعرف أن الألمان باردين، لا يقبلون الآخر بسهولة، وصعب الاندماج معهم، ولكن أنا وجدت أن هذه الأفكار خاطئة بعض الشيء. ماذا تعلمت عن العادات والتقاليد الألمانية هنا وأنت في ألمانيا؟ الانضباط والاحترام الوقت أهم شيء. في تونس هناك بعض التأخير، نتسامح مع التأخير، ولكن في ألمانيا لا. في الأيام الأولى وجدنا بعض الصعوبات في الوقت، مثلا في الفطور، هناك أيام لم نجد الفطور لأننا تأخرنا في الوقت، ولكن في الأيام الأخيرة تأقلمنا جيدا وأصبحنا نأتي في الوقت ونذهب في الوقت. كيف شاهدت نظام مدرسة سالزمان؟ صراحة المدرسة أعجبتني، وهناك علاقة جيدة بين التلامذة والأساتذة، ولكن هناك نقطة وحيدة لم أحبذها، فكرة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية، أو من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الألمانية. نحن في تونس ندرس إنجليزية، في الفصل نتحدث إلا إنجليزية، ندرس عربية نتحدث سوى العربية، ولكن هنا لاحظت أنهم يترجمون الكلام من اللغة العربية إلى الإنجليزية، من اللغة الألمانية عفوا، أو من اللغة الألمانية إلى العربية. هل تعرفين ما هو السبب؟ لا، هذا ما أثار اهتمامي، لم أعرف لماذا. إنه بشكل بسيط جدا، في بعض الأحيان أستطيع أن أتكلم لغة جديدة، أستطيع أن أقرأها، ولكن لا أفهمها ما هي. هنا في هذه الحالة نتأكد من أن الطالب يستطيع أن يتكلم وأن يترجم وأن يعرف ماذا يتكلم، لهذا السبب يتوجب عليه الترجمة. يعني إنها طريقة عمل أخرى مختلفة عن طريقة زي. أنت حضرت بعض الدروس هنا في ألمانيا في هذه المدرسة، في مدرسة سالزمان. ما هي الدروس وما هو أفضل درس كان لديك؟ حضرت الألمانية، العربية، الفرنسية، الإنجليزية، واللاتينية. حبست العربية والألمانية، أنا العربية هي لغتي الأم وأنا أحبها من الأول. أنا الألمانية تعلمت الكثير، استفدت منها كثيرا، ووددت لو كانت هناك أكثر حصص ألمانية من الحصص الأخرى. الفرنسية كذلك، والإنجليزية أيضا جيدة، هناك تفاعل بين التلاميذ والأساتذة، ولكن الإيطالية أنا لا أفهمها، لم تكن جيدة جدا.
هل كان المشروع الألماني التونسي مفيد لك؟ نعم بطبع. لماذا؟ ما هي الإفادة منه؟ تعرفت إن لم تكن هذه الفرصة متاحة، ما كنت تعرفت على طريقة الدراسة هنا وطريقة العيش في مثل هذه الأماكن في مدرسة وفي المبيت. إن أتيت لوحدي كنت أرى النزل والمدن فقط، ولكن تعرفت على نمط العيش التلاميذ والأساتذة، وكل هذا سيفيدني في حياتي إن كنت أريد أن أدرس هنا أم لا. هل كان لديك خوف ما من قدومك إلى ألمانيا بلد أوروبية بوحدك؟ لا لا، كنت مع أصدقائي ومع أساتذتي، ما لم يكن لي خوف، ولكن خفت فقط من التأقلم، لم أستطع أن أتأقلم قليلا مع الطقس الأخص، الجو هنا بارد. ما هي اقتراحاتك حول تطوير هذا المشروع؟ تكثيف من ساعات الألمانية، يمكن حذف ساعات الإنجليزية أو الفرنسية لأن ندرسها كثيرا في تونس، والتكثير من ساعات العربية والألمانية إنها ستفيدنا نحن في الألمانية وتفيد الألمان في العربية، ستكون أكثر فائدة. شكرا لك. عفوا.